إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن مرض الربو. يمكن أن تختلف من طفل إلى آخر، ويمكن أن يكون تشخيص مرض الربو صعبا لأن أعراض الربو مختلفة من شخص لآخر. لكن الكحة ذات صوت الصفير التي قد تزداد سوءا أثناء الليل تعتبر واحدة من العديد من الذي يعتمد على العوامل التي تسببه. يمكن أن يشمل تجنب علاج مرض الربو أعراض الربو مثيرات نوبات الربو مثل التلوث والدخان والعطور. أيضا ننصحك أنك تقومين بمراجعة الطبيب إذا كنت تعتقدين أن طفلك يعاني من أعراض الربو. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. نشوفكم في درس قادم إن شاء الله.